السلام عليكم. هشرح اليوم page number 42. هو بيتكلم عن صوت من الأصوات المهمة اللي هو long O و short O. عندي هنا O O ده اللي هو من غير شرطة، ده هو عبارة عن long O. فاللونج O بنطق O O، أما الشورت O بنطق O O. يعني عندي هنا في الصف التاني ده، في أو جنب التاني، في كلمات اقرأ كده. توف tooth ده لونج او قلناها او او tooth توف ها بول بول با. او ب او لي بول. اما الكلمتين التانيين اللي تحت عند كلمة بوك ب اوك، هنا شورت او وتاني كلمة اوت، الكلمة نفسها اقراها فوت فوت. شوفنا هنا كلمة tooth pool book foot، في فرق في الصوت أو في فرق في نطق الصوت. هنا long o tooth pool، وهنا short o book foot. activity 1 listen and repeat. دي خلاص خلصناها. بعد كده activity 2 use the cards to move around the board make the sound say the word. هيعمل ايه؟ هيقرأ، هيشوف الصورة ينطقها وينطق الصوت. يعني أول صورة صورة ايه؟ فوت فوت الصوت او ها او او تمام زو او او زو شورت فاول شورت او قالها او او تيف لا دي بالاو يبقى ايه؟ توث لونج او عملناها او توث او مون مون لونج ولا شورت؟ A long. Long. Oh, moon. Ha. Oh. Pool. Pool. نفس الشيء. Long or short? Long. Long. Oh. Pool. Pool. Oh. Long. Long. Oh. Ha. Zoo. Ha. Oh. طويل. Oh. Long. Oh. 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 اللي تحت الشرطة دي اللي هي short. Oh. متوفرة في كلمة. Book. بوك بوك شورت او اجلو اجلو شورت او مون مون ها او لا مون او او اللي هو اللونج او ام او ن مون اجلو اجلو شورت شورت او توف توف ها لونج او لونج او فوت فوت طويل فوت فوت انا قلت فوت ولا فوت فوت يبقى لونج اور شورت 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 او فينيش ويتش وورد سي او اور ويتش وورد سي او يبقى عندي هنا الاولاني او والتاني او اقرا تاني كده كلمات عشان ناكد عليها tooth tooth long o pool pool long o book book خططناها book خدناها يبقى short o foot وfoot short o. درس كان مهم جدا، تفريق بين ال vowels long long o و short o. يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا جزيلا لكم.